الآن أنا صج لقالوا الجنة، شفت الجنة بهالوجيهة الطيبة. أبى بدع إن شاء الله بالطيارة الفانتوم هذه. شوفوا الخيال. نقول بسم الله. هذه طرابزون، راح نهبط في المطار بإذن الله. شوف منظر حلو، خط السريع، شوف سيارات تحت، شيء حلو ما شاء الله تبارك الله. خط السريع، نقول بسم الله. أهلا وسهلا تركيا طرابزون. هذا مطار طرابزون تركيا، شبيه يعني الجزيرة، مطار جزيرة بوكيت ومطار جزيرة كوساموي. أهلا طرابزون تركيا، والجو حلو ولا زال حتى الآن في رطوبة. والحين جيت للمبنى الثاني علشان أجر السيارة. شوف هذا كل مكاتب تأجير. وأجرت السيارة أنا هذه، إنزين. لكن الجناط ناخذهم بتاكسي. هذه ابو طلال. اول شيء شوف رقمها، افحصها كامل السياره، شوف فيها دعمات شيء زلق. وجطلناها العشير. طبعا الوضع عائلي، يعني انا معاي عائلتي، فيمكن اقصر بالتصوير شوي. تقريبا اوزن قول 90 كيلو عن طرابزون المطار. والحين حنا رايحين ان شاء الله. السيارة هذه اجرتها 12 يوم، اليوم 220 ليرة طبعا تركي، ما يعادل 150 دينار. خط التلفون 24 جيجا، رسائل، مكالمات. لا هذا لا ربعنا، لا مو ربعنا، معي يمكن تقريبا ثلاث سيارات، بس انا سبتكم شوي عشان اعبي الديزل. تشكر درهم. اوكي اوكي شكرا شكرا. 200 درهم قلت لكم الخط هذا اللي شريته، ما ادري عاد 200 ليره، ما ادري عاد غاشين ولا لا. فيها ربع بيت، ثلاث ارباع 300 ليره، يعني تقريبا 20 دينار. كل السيارات هذول فريقنا وهج العشير. شوف الجبل ما شاء الله والغيوم، ودش النفق يا ابو سعد، ومصدي معاك بسم الله. شوف السيارة من كيف تفتح ليتات. شوف نطلع من النفق الثاني، هذا النفق الثاني ترى مو النفق الاول. شوف ما شاء الله، شوف الجو يا العشير، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله، يعني المنظر هذا يعني ما بين الجبال نطلع، ذكرني مدينة كرابي التايلندية. لكن حد الآن المكان هذا ما شاء الله تبارك الله أفضل من كرابي، ما شاء الله تبارك الله، منظر جدا جدا جميل. حد الآن أنا أعتبر نفسي في أوروبا، لكن هني بالليرة التركية، هناك باليورو. شوف الشلال، صوت شلال لكن هذا نهر ما شاء الله تبارك الله. قربنا على أوزنقول، باقي 17 كيلو ما شاء الله. شوف الخضرة، شوف الغيوم فوق ما شاء الله تبارك الله. الآن أنا صج لقالوا الجنة، شفت الجنة بهالوجيهة الطيبة. أبى بدع إن شاء الله بالطيارة الفانتوم هذه. شوف الخيم فوق، بوصلها. حنا ما وصلنا، لكن خلني أشوف منظر شلال، تقول نهر، تقول نبع، ما شاء الله تبارك الله. شوف
ما شاء الله تبارك الله. خلي تشوف شوف اللي فوق هذا الغيم حل الجبال 40 كيلو وماشي معانا الشلال هذا، مو شلال نهر. شوف شوف فوق هناك شلون المنظر. لا لا ما راح اجيبها بالالماني، لا راح اجيبها بالتركي. وتشكر دردرب يا العشير. وهذه اوزنقول يا العشير. الحين دخلنا اوزنقول، الحين اعتقد قدامنا البحيره. شوف المسجد. وهذه بحيرة أوزنقول، شيء ولا بالخيال، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا سكني زين. خلنا بقولكم على شغلة، اللي شفته حد الآن بوزنقول ترى الحين مطر خفيف. ما أقول ما شفته بحياتي، شفته بالنمسا. لكن خلنا بقولكم على نقطة، مطار طرابزون أول ما يعني نزلنا عشان ناخذ أشناط كأني نازل مطار الملك خالد، مو كبناية كناس. أيضا بوزنقول يعني كبشر كأني بالطايف يعني كالناس. أما الموقع بوزنقول إذا لحقت بالوقت هذا راح أطير طيارة الفانتوم وراح تشوفون منظر خيال ان شاء الله. شوف خذيت بعض التصوير وقلت لها تعالي، يعني من غير لا تحكم فيها، والحين هي نازلة.